بتحبي تشربي شي تاني؟ لا شكرا إليك. طيب بتحبي دقله لسواش بيك؟ لا ما في لزوم، شكله ما رح يجي، بيكون عنده شغل. مرحبا تشيشك خانم، تعرفنا على بعض ببيتكم، يمكن ما بتتذكري، جينا نهنيكم سلامة. ذكرتك بس أنا آسفة مستعجلة شوي هلأ. يلا منشوفك. ديلان بدي أسألك، شو بتقرب عيلة بالدار؟ بتكون مرت سواش بيك. مرت أخي تشيشك، تشرفنا.